السلام عليكم البنات، كدايرين؟ بخير، كلشي بخير، صحيحة. أنا المدن خديجة، في 2015 تصابت مرض السرطان. المهم، راك كتعرف الواحد إلا سمع بمرض السرطان كي كتكون النفسية ديالو، الحالة ديالو. المهم، مرضت نفسيا والعائلة ديالي ولا كل شيء. المهم، مشيت على الطبيب، تبعت، درت العملية الأولى، حيدو ليا الولد السيس، لقاوه كونسير. عاود 22 يوم، عاود درت العملية التانية، كرطو ليا تحت الإبط ديالي، حيدو ليا الولد السيس وحيدو ليا دي كيست، كانوا فيه ريكيست وزازي بزاف. ومتبع مع الطبيب، ودرت البولة 19 حصة، وكندير المامو الإيكو كل خطرة. مهم، المراقبة، عندي الدواء كناخدو ديال 5 سنين. في 2017 كنت فاجئ، مشيت درت المامو الايكو، ديتو للطبيبه، لقيت بان عندي ولد سيس تاني في البزوله الاخرى. صافي، هذيك هي. مهم، صدمه، نيت كنبكي، اللي يجي عندي ولا كيقول لي كدايره كنبدا نبكي. واحد الاخت تجي عندي، قالت لي علاش ما ديريش هاد لي برودو ديال فوريفر؟ قلت انا متبعه مع الطبيب وهذا، ونزيد فوريفر وداك الشيء. قالت لي عاد تبع هادشي ديال فوريفر، ديال الصبر، راه مذكور في القران. قلت لها واخا. عرضتني لواحد، عند واحد الاخت فاطمه، درنا اجتماعات، ما داروا اجتماع، حضرت لي، عجبوني داكشي ديال الاخوات، وعجبوني الاجتماع ديالهم، وتصنت الاخوات، الله يشافي اي وحده، كل وحده والشهاده ديالها. صافي، قلت لهم انا غنتسجل. صافي، تسجلت، دخلت معاهم، خديت البرودوي، بديتو. صافي، والله العظيم من نهار بديت كناخد لي برودوي، وليت لاباس عليا، وعندي المناعة، ومبقيت كنحس بوالو، وليت كنشقى، وليت نطلع في الدروج، وليت نتحرك، وزعما سبحان الله. والستيك العجيب كنت كنشدو نديرو على بزازلي، وكنت كنديرو، كان عندي كيس في القرن، وكنت كنحكو على جيت القرن، كنت كنحك داك الستيك، وسبحان الله داب داك الكيس، طاح. وهذا الدمعة كانت مقطوعة عليا، اللي راجل ما كانش كتجيني مني، درت البولة وجاتني ديك الساعة هي باش طاح معاها الكيس، عام ما جاتني حتى جاتني مع دوك لي برودوي وداك الشيء، طاح ليا داك الشيء كله. وكان حك ستيك على البزاز ديالي، ملي مشيت ندير الماما والايكو، ملي شافهم الطبيب قال لي راه بداو كيدوبوا هاد لي كيس. وزعما الحمد لله، واخا دابا قطعتو، ولكن مع الظروف. ايوا، زعما هاد البرودوي راه مزيان، الوحدة تاخدو وتجربو، راه الا ما نفعك ما يضرك. والسلام عليكم.